يا شمس يا منور غيبي وكفاية ضيك يا حبيبي، يا شمس يا منور غيبي وكفاية ضيك يا حبيبي، وودي يا ليالي وجيبي وانا لاقي زيك يا حبيبي، عمرك يا دنيا ما تخليبي طول ما هو ساكن في قليبي، عمرك يا دنيا ما تخليبي طول ما هو ساكن في قليبي، عشقه دفي ده بديبي مكتوبي هو ونصيبي. حبيبي 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 حبيبي، أنا اللي ليل عمري غدره أول ما شفت جميلة دي. لا ده اتفاق بقى، هو الليلة وكل ليلة في خيمة السامر ولا ايه؟ احنا الليلة دي جايين نشكرك على القهوة. ده اقل واجب. وانا بشكرك على الاغنية الجميلة دي. هو انا هغنيها الاعز منكم برضو؟ الليلة دي احنا ممكن نوصلك انت والاخت اللي معاكي. والليلة دي اهو العربية على الكد والمجاز. ودي بقى صدفة ولا مقصودة؟ ولا ما عارف مين اللي قاصد يا ست حسنان. احنا اللي ما جبناش عيلتني ولا انت اللي جبت صاحبتك؟ بس انا سكتي بعيدة يا معلم. واحنا اللي هنكل ولا نمل. اتفضلي. واسمك كريم ايه بقى؟ سيد المولى صاحب محل عطور الربيع، تاني نص بعد الميدان على طول، قولي سيد المولى مالكيش دعوة بأي حاجة. والمعلم مش هيشرفني باسمه؟ اركب يا حسنات. مش هتعرفيني في الشارع كده، الناس ما بتعرفش بعض بالطريقه دي. امال الناس بيعرفوا بعض ازاي؟ قال له تعرف فلان؟ قال له اه. قال له عشرته؟ قال له لا. قال له يبقى ما تعرفوش. اركب يا روم. جت النحيه بنت اركبي. هنركب يا حسنان. ايوه ايوه يلا. المعلم رحيم. اسمي رحيم عمران المنشاوي. اتكل على الله يا عم، انا ماليش مكان في وسطيكم. ليه يا معلم سيد؟ معلم ايه بقى؟ انا لا حصلت معلم ولا فنان ولا الانفوشي ولا اصل ثقافه بحاله. بتضحك يا عم رحيم؟ مهبات للموعودين يا سيدي، اطلع. مش المعرفه اطلع على فين؟ على السيده زينب يا معلم. روحي السيده لسيدنا الحسين وعايشانا نقول كل الرضا. لا ما تغنيش، خليك في الانفوشي بتاعك.